عطيتها قطه ضربت واحد السكرت الشباكيه ما عمري ننسى. شوف محل غبر عندنا اللي دائما تنشوفوه في الشاشه التلفزه ودائما الزيتيكم بقات لكم 5 دقائق اليوم غادي نشوفوا بطبيعه الحال الشيف موحى وكيفاش يدوز العيد الصغير يعني عيد الاضحى يعني كيفاش كانت عنده الاجواء العيد الصغير وكيفاش كانت الاجواء يعني الاجواء ديال رمضان بالنسبه لي كيفاش دوز الاجواء ديال رمضان. الشيف موحى مرحبا بك معنا في هذا. شكرا خويا زكريا شكرا مرحبا بنا بالمتتبعين ديال شوف تي في. انا عيد مبارك عيد مبروك سعيد وكل ما تمنيتو بالخير والصحه والسلامه والهنا وتحيد هذه الجائحه ان شاء الله ويا ربي تلقى كل شيء الناس بخير على خير الحمد لله. شوف موحى تنعرفوا بانه اغلبيه ديال الفنانه الناس المشهورين الناس اللي محبوبين عند المغاربه بصفه عامه يعني تيدوزوا رمضان ديالهم بواحد الطريقه يعني بواحد العادات ديالهم خاصه كله يعني كما تنقولوا طريقته في رمضان كاين اللي تيدوزوا في الدار كاين اللي تيدوزوا يعني سبور كل واحد كيفاش تيدوز رمضان ديالو يعني بغيك تقرب لنا الشيف موحى من رمضان كيفاش دوزتي انت رمضان شخصيا. كيف كتعرف انا عندي المطعم ديال دار موحى اللي هو 66 في الشهر ديال رمضان المبارك لانه ما يمكنش بطبيعه الحال نكونوا خدامين وهذه كيف تنقولوا فيرم دوت او دار ضيافة اللي هي في مراكش كتواجد في مراكش اسمي سال البلاد فعلى 3 هكتار دونك خدمت سورتو بالجرده اللي كانوا جد الناس ديالنا الضيوف ديالنا او النزلاء ديالنا اللي غادي يكونوا ان شاء الله وجد البوتاجي يعني خرسنا الدنجال خرسنا طينا الشجر الفلفله اللي دابا وقيت المزاح ودابا وقيت الدلاح المنون كل شيء هادشي موجود عندنا متوفر في البلاد الحمد لله وقعدت تندير في الجرده وتنطيب وتندير لي زيكسبيريونس ودي دي يعني دي غوسيت اللي هما جداد باش نقدمهم للزبناء ديالنا. نعم يعني نقدروا نقولوا بانه الشيف موحى من غير يعني الطبخ نقولوا بانه هو عزيز عليه الجرده انه يدوز الجرده. انا بعدا اول حاجه بعدا خصك تعرفها بانه من صغري انا الوالد كي تتعرف راه فلاح هو الديبار ديالي انا حنا ما عمرنا سكننا في المدينه ديما كنا ساكنين في العروبيه ومن تما بقات عندي ديك الهوايه والحب ديال الجرده دونك دابا الحمد لله متبعين الحمد لله دابا متبعين دروك الحب ديال الجرده نتبعو انا وخويا ودابا في البلاد راه كيف كتشوف راه كلشي موجود الخير موجود الحمد لله والطبخ بطبيعه الحال هذا الحب ديالي وخدمتي والحمد لله دابا كيف كتشوف راه دابا اليوم العيد بطبيعه الحال خص يكون شي حاجه اللي مهمه وهي التريد الدجاج البلدي اللي هو الدجاج ديال البلاد و الورقه اللي مصوبه في سور بلاس وبطبيعه الحال الخضره اللي كاينه هنايا بحال الماطيشه والفلفله كلشي ديال البلاد والقريعه. تبارك الله عليك الشيف موحى تنشوف هادشي زعما متنوع وتبارك الله عليك يعني الشيف موحى بينك تعرفوا شنو هو اللي عزيز عليك بزاف يعني في رمضان يعني الاغلبيه ديال الناس تفضلوا شي حاجه في الفطور ديالهم ولا في السحور ديالهم الشيف موحى شنو اللي تيفضل انه يتناول؟ خصك تعرف بانه شحال من واحد يقول لك الحيره رمضان الحيره ولا الحيره الحامضه راه طلعت لي في الراس راه ما بقيتش كناكلها انا لابد ليا واخا ناكلها ولا ما ناكلهاش لابد تكون في مائده الافطار الحيره رمضان دابا ولينا كندورها بإلان ما بقيناش كندورها بالدقيق لانه صحي إلان وزوين ومنها فيه المنافع وداك الشيء دونك بلوس كان وكندير فيها الكرافس في الاخر الحريره بطبيعه الحال الطبله كتكون متوعه كاين انا كنموت على 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 بغرير الشباكيه يعني لي كلاسيك التمر لي كلاسيك ديال طبلات الافطار لابد ما يكونوا ومن بعد شي واحد اللي بغى ياخذ شي حاجه ياخذها ولكن انا لابد خصني نشوف الا ما شفتش كيجيني بحال الطبله ناقصه من الشباكيه والحريره الحامضه وهادشي اللي قلت لك دابا. يعني واش ما تيقهركش رمضان بطبيعه الحال السي موحى واش يقهرك رمضان تيغلب عليك ولا ما تيغلبش؟ الوغ كيف تنقولوا ديك 10 ايام 10 ايام الاخرى ديال الشرفات كتكون صعيبه شويه في الاول كيكون مزيان ولكن 10 ايام الاخرى ولكن كتحاول لانه شوف في رمضان سهل رمضان غير تشغل من الصباح فيق بكري انا كنفيق بكري كنخدم حتى ل 12 وحده في الجرده في الشمس لانه مراكش عرفتي سخون من بعد كتخدم في الظل يعني تدخل شي بيت ولا بيرو ولا كتخدم في الظل ثاني ولا الكوزينه من بعد العشيه واحد لابتيت سيست فيها ساعتين
واحد العومه واحد العومه وتدي ويشه ومن بعد بنادم كيتفرج شويه في التلفزيون كتجيب المغربيه هذه كتوجد شي طبله الافطار ها المغرب ها المغرب وصل ما كديرها كتلقى تدوز سي رمضان الحمد لله هذه 30 يوم هي داز راه دوز ها هو داز رمضان وحنا عيد الافطار احنا فرحانين به الله يجعل مغفره يعني الرحمه والثواب ان شاء الله يعني شوف موحى اش لي تغير على قبل ومن بعد دابا تنشوفوا بانه يعني رمضان ما بقاش كي كان والعيد الصغير تاهو ما بقاش كي كان كما سبق لنا كنا ديك الساعه تلموا مع الحباب مع الجيران مع كل شيء دروك الحال دروك تبدل فهاد وخصوصا مع الكورونا حاجه واحده اللي تزاد فهاد رمضان او فهاد العيد وهو الماسك اللي هو لابسو نتايا الماسك تزاد ولكن خصنا غير ردوا البال نحترموا مسافه الامان ونكونوا ودابا تلقح حنا راه دوزنا تلقح كاين اللي دوز تلقح راه دوز واللي باقي راه جاي ولكن نصبروا شويه باش كلشي يتلقح ومن بعد راه غنطلقوا وتلقونا الفرج الله يرحم الوالدين كيف تنقولوا ما رمضان داز صعيب شويه ولكن هذا رمضان كلشي فرحان به الحمد لله والعيد كلشي فرحان به بدا تيبان لنا شي حاجه زوينه شوف موحى شي حاجه تتذكرها في العيد الصغير يعني عيد الفطر اللي ما عمرك نسيتيها نتايا انا كنموت على بغرير وهربر هربر بالنسبه ليا غير كنشم ديك ريحه الصباح وريحه العسل والعسل والسمن دايب ديك ريحه السمن وانا صغير مع 6 الصباح وديك التفركه بنادم يتفركاس يلبس داك الزي المغربي الاصيل واه ديك الريحه وتتفيق وتسلم على والديك كاين واحد التقاليد اللي هما ما عمرنا نساوها وبقى داك الشيء حتى في الدري ديالنا يعني باقي يعني داكشي اللي كان مول في شاف موحى هو اللي باقي تيديرو في العيد الصغير لا ودابا ما لبسش انا التقليد دابا حنت الجلابه لبستها الصباح دابا عاد حيدتها لانه باش نخدم ونتحرك لانه دابا كاينين اللي كليو اللي غيجيو دروكا خصني نلبس هذا ولكن راه كانت لابس الجلابه والقندريسي والبليغه ولكن دابا عرفتي البلاد في الفيرما كتكون شويه صعيب باش تديبلاصا لانه دغيا كيتوسخ داكشي اللهم نخليه نقي واش بعد الفطور قلتي لي بغرير يعني من غير بغرير الا ما كاينش البغرير وزيت العود وهربل ما يمكنش لا ماشي ما يمكنش نفطر قهوه حليب بطبيعه الحال واتاي تخلط ولكن لي كلاسيكيين اللي كيكونوا في طبلات الافطار لابد منهم وبغرير والخلع بالبيض وبزاف المسائل اللي كتخص الطبلات تكون ملونه وزوينه شوف ما حبيناك ترجع لنا شويه للور يعني ذكريات الطفوله شي حاجه اللي بقيتي بقات لك راسخه في الذهن ديالك مع والديك مع الـ يعني شي حاجه في العيد اللي بقيت ما عمرك نسيتيها العيد الصغير دونك تهضر على العيد الصغير دونك العيد الصغير كنت باقي تنعقل باقي تقريبا كانت عندي شي 11 عام اللي كنت في الوقيته باش كنت نخيط رمضان كانوا تكت الوالده الله يذكرها بخير كانت تصوب الشباكيه وديك الريحه ديال الشباكيه اللي باقا لدروك تبقات لي في الدماغ ومشيها وما خصنيش ناكلها وانا صايم باقي صغير وعرفتي واحد السخفه كانت فيا وتنقول يسالي النهار يدوي المغرب باش غادي نبدا بهذيك الشباكيه ولكن ديك الشباكيه فاش دوات المغرب درت هكا لقيتها باقا سخونه مازال ما برداتش دونك ما عجبتنيش في ديك الوقت ولكن لغت ليه عطيتها قلت ضربت واحد نص كيلو الشباكيه ما عمري نساها تبقى النفس هي اللي مشي هي ديما عرفتي بحال الشتره دابا كتبقى تقدم في الخرمي كتحط كل شيء كتهز غير شويه وصافي يعني في نظرك شاف موحى اش اللي تغير بالنسبه لك انت في حياتك بطبيعه الحال ما بين يعني العيد مع الوالدين والعيد مع العائله ديالك دروك تبارك الله داخل لك وليداتك والزوجه ديالك يعني اش اللي تغير دابا حتى حاجه ما تغيرت هي الوليدات تزادوا ودابا حتى الوليدات الكبار راه مشاو حتى هما كل واحد عنده دارو ودابا ولكن كيبقى ديما الاحترام للوالدين لا بد من تجي تطلع عليهم تطلع على والديك وكتطلع على النساب حتى هما لانه يبقى فيهم الحال خص الا كنتي مجوج خص تمشي تطلع على النساب وتطلب على تطلع على والديك كل واحد يبقى على خاطره عاد من بعد كترجع لدارك وترجع لدارك وتطيب داك الشيء اللي بغيتي بطبيعه الحال في الغداء اما الفطور كنحاولوا نفطروا مجموعين شوف موحى تنعرفوا المغاربه اليوم تحتفلوا بعيد الفطر في ظروف استثنائيه صعيبه بطبيعه الحال وتنعرفوا بان مدينه مراكش تعتمد على السياحه بشكل كبير وتنعرفوا بان مجموعه ديال الناس الان يعني توقفوا العمل بسبب هذه الجائحه هذه يعني في نظرك انت واش كيفاش اشنو الرساله اللي بتوصل السياحه دابا كاين السياحه الداخليه دونك الحمد لله كاين السياحه الداخليه ولكن كنتسناو حيت حنا مراكش مدينه سياحيه يعني كتب عليك كتاب يقول لك لا راه كنقضي ولا هذا كل شيء واقف الحمد لله ولكن كنحمد ربي ونشكره
وكتسناو غير يدوز هذا الفاكسان ويحلوا الطيارات. ولكن متيقن وواثق من راسي بانه راه غير يتحلوا لي فرونتيير ويتحلوا ويتنقص هذا المرض هذا، والله العظيم تنخدموا مزيان ونرجعوا في حياتنا الطبيعيه لو بلو رابيد بوسيبل، لانه سي لو سوي دو تو الموند، لا من الناس اللي من على برا ولا لينا حنايا، كلنا محتاجين نخدموا ونرجعوا للعادات القدام اللي كيف اللي كانوا اللي والفنا وكيفاش كنا كنعيشوا. دابا توحشنا هذيك العيشه القديمه، نسافروا ونتعانقوا ونتبوسوا، حنا شعب كنبوسوا بعضياتنا، عزيز علينا الانسان دونك نتعانقوا، وهذا مهم بالنسبه للمغرب. وحنا بلد ديال لاكوي يعني كنستقبلوا بزاف الناس، وهذا حاجه مهمه باش نستقبلوا كاع الناس اصدقاء ديالنا والاحباب ديالنا. اش بغيت تقول المغاربه في ظل هذه الجائحه وهذا الشيء الظروف اللي تنعيشوا الظروف؟ العرس صبروا غير تيدوز هذا الشيء، يكمل الفاكسان، صبروا شويه ما بقى قد ما فات، حتى يكمل الفاكسان يتفاكسينا كل شيء، ورانا الفرجه ورانا النشاط ان شاء الله. شوف محمد نشكرك بعد انك استضفتنا اليوم في عيد الفطر. الله بلدي ها انت، الدجاج بلدي ها انت، ها هو، ومرحبا بكم، ها انت العظمه هو انت باش تعرفوا بلدي ها شتي العظم كيدير قويصح وصغير هو، ها انت باش تحيد كذا تشتك الحمار شحال رطيبه. بسم الله ولا بد من تريدنا العيديه كاس. لا لا بالتالي من تريد راه واشنو راه تريد عرفتي راه تحتفل انا. نعم سيدي هاك هاك وديري واحد شويه الشكنجبير الحبه السوداء، انا راه كندير فيه كاع هادشي انا هنا. يلا بسم الله زكريا يا دوز تاكل، يلا غسل يديك نزيد ولا نغسل يديك؟ انا غادي نزيد ديالي حيت الموسم نمشي. شكرا لكم متتابعينا ان شاء الله، شكرا لكم متتابعين، تنشكركم بزاف، تنشكر كذلك الشيف محال لانه استقبلنا اليوم في البلاد يعني في المطعم ديالو باش انه نشوفوا الاجواء ديال العيد اللي عنده بالنسبه يعني عيد الفطر. تنشكركم، عيد مبارك سعيد لمتتابعينا، وشكرا على المتابعه من خلال المباشر وكذلك على قناه شوف تي في. شكرا على المتابعه، شكرا وبالصحه والراحه. وش هي طيبه.